اليوم طبعا درسنا على التفاعلات الكيميائية، رح ناخد مثال عن كل تفاعل كيميائي. طبعا في المواد الموجودة عنا بدنا نحاول كل تفاعل نمر عليه. هذا التفاعل ايش بده؟ قلنا الوسيط اللازم لحدوث التفاعل هو التسخين، حرارة الحديد FeS. شوفوا شفتوا اللي طلع النار اللي طلعت؟ طلعوا عليها، هاي المادة اللي طلعت، المادة تقريبا لزجة اللي طلعت هي كبريتيد الحديد. محلول الأزرق، مين بيتذكر اسم المحلول اللي كان مميز بلونه الأزرق؟ كبريتات النحاس، قلنا مميزة بلونها الأزرق. الأزرق بده يتحول للون الأخضر، بس الحديد رح يكتسب لون أحمر لأنه بده يسحب اللي ترسب عليه النحاس الحر. شوفوا الحديد، دخل الحديد حر، دخل حر بده يطلع مرتبط مع الكبريتات. مو دائما تفكيرنا على المعدن بيكون صلب وقوسين، ممكن المعادن تكون هشة سهلة الكسر مثل الكالسيوم مثل الصوديوم. هاي المعادن اسمها معادن المجموعة الأولى أو المعادن الهشة. بدنا نحط الكالسيوم مع حمض كلور الماء. شوفوا هذا الغاز المنطلق، لأنه ليكو شوفوا درجة حرارة التفاعل، شايفين؟ طلعوا هذا الغاز اللي طلع هو غاز، هذا غاز الهيدروجين، نحسن نكشف عليه عن طريق الفرقعة. أحد طرق تشكيل الأملاح هي تفاعل الحموض مع المعادن، بده ينتج عنا دائما ملح حسب المعدن المستخدم. بما نحن مستخدمين الكالسيوم وحمض كلور الماء، فالملح اللي بده يتشكل هو كلوريد الكالسيوم، كلوريد الكالسيوم، وينطلق غاز الهيدروجين. إذا نذكروا هي بترجع تتكرر معنا في تشكيل الأملاح. هذا حمض كلور الماء قلنا من الحموض القوية، وهو وحيد الوظيفة الحمضية. شوفوا على غاز الهيدروجين بلش يطلع. هذا الغاز المنطلق هو غاز الهيدروجين. طلعوا على التفاعل. إذا حمض كلور الماء مع الكالسيوم بده ينتج عنا، طلعوا بده ينتج عنا ملح، ملح وهيدروجين، والملح بيكون حسب نوع ال سخن سخن ايه سخن كثير، حتى انه ايوه سخن. اذا هاد الغاز المنطلق اذا حطينا بالون عليه وعبينا منه البالون نعرف انه هذا هو غاز الهيدروجين. حمض كلور الماء موجود في المادي، هاد موجود في المادي بشكل طبيعي، بتفرزه خلايا غدية موجودة في بطونة المادي، لان تفاعل ال هضم البروتين وتحويله الى البيبتيدات اللي بتاخذوه في جهاز الهضم يحتاج الى وسط حمضي، فنحن المعده لحالها بتفرز حمض كلور الماء.